سوف نستكمل في هذا الدرس التعرف على باقي أدوات الكتابة المتاحة في برنامج الفوتوشوب. فالأداة التالية من أدوات الكتابة هي الأداة Vertical Type، وتستخدم هذه الأداة في الكتابة بشكل رأسي. ولتجربتها نقوم بتحديدها ثم نقوم بالكتابة بها في منطقة الرسم بهذا الشكل كما نرى. والآن سنتعرف سويا على الأداة التالية، وهي الأداة Horizontal Type Mask، وتستخدم هذه الأداة في عمل تحديد على شكل النص الذي نريده. نقوم بتحديدها ثم نقوم بالضغط على التاب الخاصة بهذه الصورة لتنشيطها، ونقوم بالكتابة عليها باستخدام هذه الأداة بهذا الشكل كما نرى. وبمجرد الانتهاء من عملية الكتابة والضغط على مفتاح انتر من منطقة الكيباد في لوحة المفاتيح، يظهر لنا التحديد بهذا الشكل. ويمكننا الآن قص المنطقة المحددة من الصورة ونقلها إلى ملف جديد. ولتجربة ذلك نقوم بالضغط على مفتاح كنترول وإكس لقص المنطقة المحددة، ثم نفتح ملف جديد ونحدد له الأبعاد التي نريدها. ونضغط OK، ونضغط على مفتاح كنترول V من لوحة المفاتيح ليتم لصق الكلمة بهذا الشكل. وآخر أداة من أدوات الكتابة المتاحة في صندوق الأدوات هي الأداة Vertical Type Mask، ويتقوم أيضا بكتابة نصوص على شكل تحديدات ولكن في الاتجاه الرأسي. وبهذا نكون قد انتهينا من شرح هذا الدرس.